السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نجدد اللقاء بكم في الخط المباشر على قناة عدن الفضائية. عدنا والعود أحمد كما يقولون. اليوم حلقة جديدة لمناقشة الكثير من الأوضاع، سنناقش معكم أوضاع محافظة تعد من أهم محافظات اليمن والجنوب بشكل خاص، إنها محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز والمساحة الجغرافية المتشعبة الأطراف، محافظة شبوة التي تربط محافظة أبين بحضرموت ولها حدود مع محافظات مأرب والبيضاء. لأهمية هذه المحافظة أبينا إلى أن يكون معنا سيادة المحافظ اللواء الركن علي بن راشد الحارثي الشيخ الهمام الذي يحلو لقبائل شبوة أن تناديه. سنكون معكم في هذه الحلقة وعلى الخط المباشر عبر قناة عدن الفضائية بعد الفاصل. كنتم مشاهدين الكرام، حياكم الله عبر قناة عدن الفضائية، نحييكم مجددا في هذه الحلقة المباشرة من الخط المباشر. سنكون معكم في هذا اللقاء الخاص الذي سنتناول فيه الكثير من الأمور المهمة التي تهم محافظة شبوة. سيكون معنا سيادة المحافظ، وفي أول لقاء برامجي على شاشة قناة عدن الفضائية في برنامج الخط المباشر سنكون معك سيادة المحافظ، وإذا جهز سيادة المحافظ سنتواصل معك الآن. السلام عليكم سيادة المحافظ. أهلا وسهلا، مرحبا. معنا الآن اللواء الركن علي بن راشد الحارثي محافظ محافظة شبوة، نحييك عبر شاشة قناة عدن الفضائية، وسعداء جدا أنك تقبلت أن تكون معنا عبر الهواء لنناقش الكثير من الأمور التي تهم محافظة شبوة. سيادة المحافظ، بداية وأنت الرجل الأول في هذه المحافظة، لو تحدثنا بداية عن محافظة شبوة من حيث المساحة، من حيث عدد المديريات كبداية في هذا اللقاء. مرحبا وسهلا، شكرا لكم على اهتمامكم، وانتم تعرفون موقع محافظة شبوة والتقسيم اداري البلد، العاصمة عتق، الاقليم الفيدرالي اقليم حضرموت، المسؤولين المحافظ علي بن راشد الحارثي، خصائص جغرافية وإعداديات المساحة 47,728 كيلومتر. أهلا بك سيادة المحافظ وسعداء. نعم، بالنسبة للمساحة، عندما نتحدث عن محافظة شبوة نتحدث عن محافظة حجمها كبير، أو لو نتحدث عن محافظة شبوة لنتحدث أو نتحدث عن الجانب الأمني عن هذه المحافظة التي ربما تمتلك موارد وقدرات وإمكانيات ضخمة. سأبدأ الحديث وتحديدا عن الجانب الاقتصادي. يوجد في شبوة أكبر المشاريع الضخمة والكثير من هذه المشاريع، ومنها ميناء بلحاف لضخ الغاز الطبيعي الذي كان يضخ المليارات مليارات الدولارات للدولة. هذا الميناء الذي يعني يعد
ميناء لتصدير الغاز في منطقة بلحاف، وهي من أكبر المشاريع الصناعية والاستثمارية. لو تحدثنا سيادة المحافظ في هذا الجانب. استعجلتوا علينا، ما خلتنا نكملكم السؤال الأول. معلش احنا اكمل. طيب اكمل. هتعودوا لها. اكمل اكمل. على العموم شكرا جزيلا. كنا عدد سكانها 470 1440، نسبة النمو إلى 254%. نعم صحيح من هناك موارد اقتصادية لدينا كما ذكرتها، مثلا ميناء بلحاف، ولكن هناك معوقات لتلك المشاريع كونها توقفت بسبب الحرب، ولكننا سعينا لأجل تشغيلها أو بالأصح إعادة تشغيلها قريبا. وقد قمنا بالتنسيق مع شركة اليمنية للغاز الطبيعي لمسار استيناف العمل من جديد حتى نجد إيرادات للمحافظة، والآن نحن بصدد استيناف العمل قريبا جدا وحسب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الله منصور هادي. وهناك استجابة من جانب شركة الاستيناف العمل فيها. بالنسبة للأمن، نحن نشيد بدور الأمن بالمحافظة أحسن مما كان عليه أول، وبأبنائنا في النخبة الشبوانية على ما يقومون من عمل جبار وبسيط في الحفاظ على السكينة العامة وحماية الطرق والمنشآت بالحاف، بالذات نشكرهم على جهودهم المبذولة في استقرار الأمن في المحافظة بشكل عام. نعم نعم. طيب معركتنا في تصدير النفط كان هناك تحدي كبير أمامنا لاستئناف عمل الشركات بشكل عام، وبدينا جلوس مع شركة OMV النمساوية وطلبنا منهم استئناف العمل وتصدير النفط من قطاع 4 إلى ميناء نشيمة جنوب محافظة شبوة. نعم. أبو لمبوب التابع الشركة اليمنية للاستثمار استثمارات نفطية، والحمد لله تم تصدير أول دفعة في تاريخ 27/7/2018 5000 برميل. هناك تخاطب من قبل الحكومة برعاية فخامة المشير عبد الله منصور هادي وزير النفط المهندس أوس العود مع الشركات الأخرى، والاستئناف عمل نفط في القطاعات الأخرى مثل شركة ينهنت قطاع 5 وشركة أوكسي قطاع سي 2، وسوف قريبا ربط خط أنبوب من جميع القطاعات إلى قطاع 4 حتى تتم عملية الضخ بطريقة منتظمة ومستمرة إلى ميناء نشيمة. نعم. طيب سيادة المحافظ، يعني لو نعود إلى النقطة الأهم في هذا السؤال وهو ميناء بلحاف. ميناء بلحاف عندما نتذكر في السنوات الماضية يعني لمحافظة شبوة كان يضخ الكثير من المليارات للمحافظة، وهذه المليارات تعود للدولة وتعود عائداتها أيضا لهذه المحافظة وتخدم الكثير من مشاريع الدولة. لو نتحدث عن هذا المشروع يعني الضخم ودور النخبة الشبوانية، رجال الأمن، دورهم اليوم يعني في تأمين هذا الميناء، ميناء بلحاف الغاز الطبيعي في رضوم تحديدا من ربما أي أعمال عبثية قد تحدث. التلفون تسمعنا سيادة المحافظ؟ معنا سيادة المحافظ على الهواء. أعيد السؤال مرة أخرى، يعني لو نتحدث عن ميناء بلحاف وهذا الميناء، تسمعني الآن تمام؟ شوية ماشي، السمع ضعيف جدا، أنا بعود لكم بعض الحاجات. طيب لا لو نتحدث لو يوضح الصوت بشكل أفضل في الكنترول ليتسنى للمحافظ سماع الصوت بشكل أوضح، لو نتحدث عن هذا الميناء ودور النخبة الشبوانية ورجال الأمن في حفظ هذا الميناء من أي عبث. السؤال ثاني مرة. نعم ضعيف مرة. سؤالي ما زال يتحدث عن ميناء بلحاف. أيوة. ودور رجال الأمن والنخبة الشبوانية في حفظ هذا الميناء واستقراره والحفاظ عليه من أي عبث. شكرا جزيلا. حقيقة ميناء بلحاف فيها الآن أصبحت 3 مواني. ميناء بلحاف تصدير الغاز، وفيه ميناء تصدير النفط، وفيه ميناء
بناء الذي اطرحنا وضعنا حق الاساس حقها قبل فتره، وان شاء الله يبدا فيه العمل قريب. وهناك نخبه شبانيه في المناطق وفي الحزام الامني وفي البحر، وهناك امن وضمان واستمرار، ولا هناك اي مشاكل كما صدرنا اول شحنه في 27/7/2018 من النفط. طيب، نهضة أي محافظة سيادة المحافظ، نهضة أي محافظة تعتمد على اقتصادها يعني، واليوم كما تعلمون الحال سيادة المحافظ كيف هو الحال اليوم. شبوة تعتبر من المحافظات التي حباها الله بخيرات متعددة. لو نتحدث بداية عن الانتاج في شكل تدريجي في حقول النفط في S2 شرق المحافظة شبوة كما تطرقت سابقا، لنتحدث عن هذا الجانب وهذه الأمور التي ربما منذ توليكم المحافظة عاد تنشيط هذا الجانب النفطي بعد فترة حرب وبعد تحرير. شكرا لكم. الحقيقة أنتم تعرفون شبوة بعد الحرب كانت ما عندها منفذ لا بري ولا بحري، وهذا هو اللي شغلنا في كثير من المشاغل، واعتمدنا وتابعنا الخطوط العريضة والبعيدة للمواني والشركات النفط، وحالة توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ساعدنا الكثير في هذه الحالات. والاعتماد الاقتصادي إلى الآن هذه الأمور ما بدت اعتمدت الشبوة على اقتصادها، وقلوا في اقتصاد من شبوة هو هذا مشترك كما تفهمون اليمن للجميع مش لشبوة خاص، ولكن 20% هي بتكون محافظة شبوة، وهذه بتساعدنا كثير في كثير من الحالات في التنمية وفي المشاريع وإلى آخره. نعم، المعركة اليوم سيادة المحافظ في القطاع النفطي هي معركة اقتصادية، يعني اليوم الكثير من محافظة شبوة تعتمد على القطاع النفطي في هذه المحافظة، وأيضا محافظة شبوة لها دور كبير في رفض الكثير من المحافظات الأخرى. هل ستنجح هذه المعركة الاقتصادية لتوازي المعارك في الجبهات العسكرية والسياسية والثقافية، وهي تعتبر والإعلامية أيضا، هل هذه المعركة ستنجح وستوازي ربما بعض هذه المعارك السياسية والثقافية؟ الحقيقة البوادي والمؤشرات البدائية ناجحه فعلا، المعركه الاقتصاديه واستمرار النفط وتصديره من المحافظه بكل مقاييس الطيبه. وكما تعرفون البدايه كل شيء فيها صعب، لكن هناك توجه وفي هناك استقبال وهناك رغبه من الشركات ان تستمر، والحكومه تتابع الشركات وتجتمع معهم في كل مكان، وإن شاء الله أنها تستمر بشكل ممتاز وطيب ويكون فيها مردود اقتصادي للبلاد واليمن كلها بشكل عام. نعم، بإذن الله تعالى. أكيد هناك الكثير من العوائق والأمور التي تعتريكم في هذه المحافظة، ونتمنى أن يتم تجنبها، وخصوصا في الجانب النفطي والجانب الاقتصادي. والمعروف عن شبوة أنها كانت تدخر الكثير من الثروات قبل الحرب لتمد هذه المحافظة وأبنائها وأيضا المحافظات الأخرى المجاورة. لو انتقلنا محافظ سيادة المحافظ لجانب مهم وهي الكهرباء، يعني وهي من الكثير من المعضلات التي تعاني ليس منها محافظة شبوة وإنما كثير من المحافظات. منذ توليكم المحافظة لمحافظة شبوة، ما الذي أنجز في هذا المجال؟ هل ما أنجز غطى احتياجات المحافظة ومديرياتها، أم ما زال هناك الكثير من الصعوبات؟ شكرا جزيلا. الكهرباء الحقيقة المحافظة كانت ما زالت مستاجرة من قبل شركة جيلكو البريطانية، وهذا ليس في شبوة فقط وإنما في جميع المحافظات، وتراكمت علينا المديونيات في السابق طلعت حوالي 12 مليون دولار لجريكو، لأننا لا نملك إلا 3 ميجاوات، وكانت الكهرباء السبب المديونية المنقطعة. عندما استلمنا المحافظة قمنا بالتواصل مع شركة جريكو تشغيل الكهرباء، وقمنا بالتزام تسديد المديونية بعض المديونية
وتم تسديد مبلغ بدره حوالي 500,000 دولار من الحكومه اللي ان قمنا بشراء 10 ميجاوات وهي قادمه بطريقه من ايطاليا الى ان شاء الله المحافظه في خلال شهر سبتمبر تكون جاهزه. نعم. وقمنا بالتنسيق مع شركه الغاز بالحاف توفير الطاقه للمديريات الساحليه كجزء من مشاريع التنميه من حصه المحافظه وهناك استقاله منهم وسوف يقومون بذلك بعد الاستئناف. والمديريات الشماليه الغربيه هي تبعد 200 كيلو من المحافظه وفي هناك مبدا اللي هو طابه 25 ميجاوات غازيه وبتطور الى 50 وممكن تكفي المديريات الشماليه الغربيه. نعم. والان متفقين او تبعنا مع شركه النمساويه في العبره انه يتم تجهيز طاقه غازيه ب 50 ميجاوات تتطور الى 75 ميجاوات في المديريات الشرقيه ومديريات اللي قريبه من عتب والمديريات الغربيه وان شاء الله تنجز عن قريب. نعم الى اين؟ ما بنتظر لها ما بنتظر لها الاشياء ما تقوم لان احنا سايرين بال 10 ميجاوات وسايرين بالجريكو طلبنا منهم مزيد 8 مولدات وصلنا فيها للشهر ببعضها في الجمارك وبنبدا نتصحى كثير من الحالات هم الكهرباء الان. نعم طيب هذه الشركات يعني سياده المحافظ اثبت شبه لن يصل الكهرباء الان. نعم طيب هذه الشركات التي تم تعاقد أو الاتفاق معها لتوليد الطاقة في محافظات شبوة وفي بعض مديرياتها علما أن هناك تم توليد الكثير من الطاقة في بعض المديريات التي ربما منقطع عنها الكهرباء بشكل أكبر، يعني هذا الاتفاق ما بينكم وما بين الشركات سيادة المحافظ يعني إلى هل هناك مدة قصيرة ليتم العمل على هذا الاتفاق أم ما زال الوقت طويلا؟ اتفاقية مع شركة أمبي النمساوية على إنشاء محطة غازية بقدرة 50 ميجاوات قابلة توسع إلى 75 ميجاوات وقد تم توقيع الاتفاق من قبل وزير النفط وشركة أمبي ورفض المديريات المجاورة إلى عتب. نعم. أما المديريات الشمالية كما كلمناكم في محطة هناك وبتطور إلى أكثر وأكثر. والأمور لا بأس بها. نعم. طيب منذ أشهر تم تشغيل محطة توليد من الطاقة المشتراة. منذ أشهر تم توليد هذه الطاقة المشتراة في محطة كهرباء عتق، يعني مثل هذه المشاريع الخدمية التي أنجزت وما زالت هناك كثير من المشاريع ستنجز، كيف بالإمكان يعني أن تقفوا معها سيادة المحافظ لتخفف من معاناة الناس في بعض مديريات المحافظة؟ الحقيقة هذه هي مشكلة بالنسبة لكن هذه أحسن من أول ما كانت عليها في السابق. هذا الكهرباء المشتراة وتمشي لا بأس في بعض المناطق في شبوة أكثر من بعض المديريات لم ترى الكهرباء إلى الآن أكثر هذه المديريات أكثر هذه المديريات تضررا منها في انقطاع الكهرباء أو ربما انقطاعها بشكل كبير أكثر المديريات في شبوة الحقيقة في بعض المديريات كنت إلى الآن ما وصلت الكهرباء نهائيا من بداية الأمور زي ما مديريات إرماء ودور والطرح وحطيب ومرها العلياء هذه والصحراء المناطق الصحراويه بين بيحان وعتب. نعم. وانما مقبل عليها الخير ان شاء الله والصحه كثير، الحرب اللي اخر الامور كثير على البلاد. نعم صحيح صحيح، يعني فعلا الكثير من الامور والمشاكل التي تراكمت فعلا وفي محافظة شبوة والمحافظات الاخرى، ننتقل الى الجانب الامني سيادة المحافظ، يعني شبوة مجتمع قبلي. يعني مجتمع قبلي مسلح انجاز التعبير. في ظل هذا المجتمع القبلي، كيف استطعتم الحد من حمل السلاح بتنسيق مع النخبة الشبوانية والامن التي تعمل تحت امرتكم؟ والله نحن شاهدنا كثير من الامور ابديه في داخل العاصمه عتب وفي عزان وفي الصعيد في حبان في الروضه
وشاهدنا أن الناس استفزت الآخرين على أموالهم الخاصة وعلى تقطعات وداخل حسب كل يوم مشاكل وقتل ومصايب. وقلنا ما نحدد الأشياء هذه، وفعلا الفضل الكبير نشكر كل القطاعات العسكرية والأمنية والنخبة الشبانية والمجتمع الشبواني على تقبل التعامل مع هذا الشان من وضع حد للمظاهر المسلحة في عاصمة المحافظة، حيث كانوا متجاوبين بدرجة كبيرة، وهذا ما يدل على وجود وعي لدى المجتمع في شبوة بشكل عام. والمشايخ ما قصروا، والأعيان الناس فاهمين، والمدراء المحافظة أتجاوبوا كلهم، واللجنة الأمنية لهلف الشان، وهذا ما ساعدنا على تخفيف الجريمة في المنطقة. نعم صحيح، وفعلا كم عانت شبوة من الكثير من المظاهر مثل ظاهرة الثأر والقتل في سنين ماضية. طبعا اليوم خفت ربما هذه الظاهرة في محافظة شبوة، رغم أن هناك صحيح هناك سلاح ولكن لحماية هذا الوطن. هل سيادة المحافظ الفضل يعود لحكمة شيوخ القبائل أو دوركم في قيادة المحافظة أو كلاهما معا؟ الحقيقة أن المبادرة كانت من قيادة المحافظة، وفعلا الجهات الأمنية والنخبة الشبوانية تكبروا هذا الكلام. نعم. ما ساعدنا، وكثير من الأخوان في المشايخ والشخصيات الاجتماعية برضهم أيدوا وباركوا والتزموا الكثير من هذه القضايا، وهذا ساعدنا كثير بهذا الجانب. نعم. طيب سيادة المحافظ في إطار أمني أيضا، قبل أيام سيادة المحافظ قامت الأجهزة الأمنية بتوجيهات منكم بإخراج المقتحمين من بعض المباني الحكومية في محافظة شبوة، وعددها تقريبا 16 مبنى. يعني هل هذه المباني في عاصمة المحافظة أو في مديريات أخرى؟ لا، بالنسبة الآن احنا بادين في عاصمة المحافظة. المباني هذا احتلوها ناس من أبناء المحافظة، و العمل جاري معهم بالتعامل الطيب. نعم. وعبر النيابات وعبر الأمن. نعم. هذا توجيهاتنا، وكل أكثرهم مسلم، واللي هو متعصي في السجن وما تعالج الأمور، هذا أول بأول. بعض المبايع قد سلمت وبعضها إن شاء الله في الطريق. نعم. وكلنا بيفهم أنه غلطان على نفسه في هذا الموضوع، وهذا حق دولة ما بتخليه اليوم ولا بكرة. صحيح، يعني هذه مؤسسات دولة، ويجب أن يفهم الجميع أن هذه المؤسسات خاضعة لهذه الدولة، وهي يعني مقرات ومؤسسات رسمية، ويجب أن يفهم الجميع أنه تسليمها هو واجب وطني وواجب أخلاقي. صراحة عندما يعني ندخل محافظة شبوة، وخصوصا بعد الحرب وبعد تحرير هذه المحافظة من هذه الميليشيات الإجرامية، نشعر أن هذه المحافظة تعمل بجهد كبير. هذه المحافظة يحميها رجال أبطال، يحميها مقاومون شرفاء، ونهنيكم على هذه الجهود التي تبذلونها، وأيضا نقدر هذه الجهود من قبل رجال الأمن ورجال المقاومة والنخبة الشبوانية الأبطال. ننتقل إلى محور آخر سيادة المحافظ، وهو من المحاور المهمة، وهي الطرقات. يعني سفلتت الطرقات وهي بمثابة شريان الحياة للداخل والخارج. لو بدأنا بجسر مهم في محافظة شبوة. شكرا لكم على اهتمامكم ومتابعتكم لقطاعات الطرقات، وهذا طيب جدا. نعم، دعني أكمل فقط السؤال سيادة المحافظ. لو نتحدث عن جسر مهم في محافظة شبوة، وهو شريان التنقل ما بين كثير من المحافظات، تضرر في الحرب جسر النقبة، ما هي الإجراءات التي تتم اليوم؟ وهذا الجسر يعد من أهم الجسور ومن أهم الطرق التي تربط بكثير من المحافظات. ما هي الإجراءات التي أنتم بصدد، وإلى أين وصلتم في ترميم هذا الجسر؟ وهل هناك خطة استراتيجية، رغم أن الجسر ليس بالحجم الكبير أو الطويل؟ نحن الحقيقة مثل يقول، أفتكر أن جودي من طيب عودي، ولكن جودي من ما جودي. نعم. نحن تابعنا موضوع الجسر هذا، جسر السلام، وآخر مرة طرحنا على رئيس الجمهورية باجتماع عام مع أبناء المحافظة اللي حضروا في عدن، وفعلا وجه فيه
يقومون بدراسة عامة، وهذا بيكون من ضمن المشاريع لأنه بيكلف أكثر 2 مليار أقل حاجة، ولكن مع استمرار تصدير نفط إن شاء الله نسيطر على الموضوع هذا ونعمل حل فيه سريع، والأخ الرئيس مهتم بالموضوع ويتابعنا فيه. نعم، يعني من بدء الحرب من العام 2015 للميلاد، أو نقول أنه هذا الجسر، واليوم نحن ربما 4 أو 3 سنوات، وهذا الجسر ما زال يعاني الكثير أثناء عبور المركبات الكبيرة وخصوصا المركبات الضخمة. سيادة المحافظ، وأكيد أنت معي في هذا الجانب، يعني الكثير من المركبات تسير في خط الوادي أو في الوادي، وتضطر إلى ربما غرقها أو توقفها عن السير، والكثير من المسافرين أيضا. يعني أهمية هذا الموضوع صراحة، وأهمية إثارته للأشقاء في تحالف أيضا. شكرا لكم قناة عدن، شكرا. احنا بالنسبة لنا مش واقفين هذا الموضوع، وإن شاء الله احنا نتابع باهتمام، وكما دحرنا الحوثيين من البلاد بنقوم الجزر هذا وغيره. نعم، بإذن الله. بالنسبة للطرقات، نعم، كما تعلمون تضاريسها تختلف من مكان إلى آخر، منها جبلية وساحلية وصحراوية، فطريق حضرموت شبوة تم إزالة خذبان رملية برغم شحة الإمكانيات حاليا، ولكن هناك من يساهم، وأتمنى من قيادة التحالف مساعدتنا في توفير المعدات اللازمة لإزالة الكثبان الرملية. أما بالنسبة لطريق العبر شبوة، لقد بدأ العمل في هذا الطريق من قبل العيد من الأشغال العامة. نعم. السفرته ما تبقى هو تقريبا 13500 إلى 14 كيلو متر، وسفرته من جاهزة قريب، العمل ماشي فيه الآن، قد فيه 7 كيلو متر جاهزة للزفلت، وهذه بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي. نعم فعلا، أسرع وقت ممكن. نعم، يعني بالنسبة للصيانة الخط أتك العبر، تم الاتفاق مع شركة OMP النمساوية لأنها طلبت منا أن تستخدم الخط للناقلات البترول إلى قطاع 4، وقلنا لازم ما تقبل الوزن هذا الخط هذا، صحيح، ولازم تساعدونا في ترميمه، وفلان التزموا بالترميم من العبلة المعشار إلى عتق، وفعلا نفذوا، صحيح، إلى الآن قدم على وشك النهاية. نعم صحيح، يعني الترميم الخط هذا خطوط شبوة طويلة يا سيادة المحافظ، وتحتاج لكثير من الجهد، تحتاج لكثير من الإمكانيات. طريق طرق رئيسية لابد من صيانتها، طريق شبوة حضرموت، طريق أيضا العبر، والكثير من نتمنى أن يكون هناك الخطط المستقبلية في هذا الجانب وفي مجال الطرقات، وإلى جانب النقاط التي ربما ذكرت في هذا اللقاء. يعني سيادة اللواء ركن علي بن راشد الحارثي، دعنا نحلق أيضا مثلما عبرنا على طرقات رئيسية لمحافظة شبوة، دعنا نحلق في ونقف عند في سماء محافظة شبوة، ونقف عند مطار عتق. يعني مطار عتق من 87، يعني من 87 والمطار كان يعمل بصورة رائعة، وهناك زيارة أيضا من قبل وزارة النقل 6 أشهر لها لهذا المطار بعد التحرير. هل هناك خطة مستقبلية من قبلكم كونك الرجل الأول في المحافظة لتفعيل هذا المطار رغم أن هناك صعوبات نعرفها؟ كريمة العزيزة، أنتم تعرفون بعض الأماكن المضروبة في الطيران فيها وعود من التحالف إعادتها وبناها وتجديدها. نحن نتمنى أن يستعيد مطار عتق الدولي نشاطه بالرحلات الجوية، في هذا يسهل عملية التنقل للمواطنين بالطيران. لكن بعد زيارة وزير النقل إلى شبوة صالح جبواني، تم الجلوس معه مناقشة أمور تفعيل المطار، والمطار يحتاج إلى صيانة عامة مدرج، والمبنى مدقدق من الطيران وتوفير ركزه، وقمنا بالتخاطب والمطالبة مع جهات الاختصاص ومستمرين بالمطالبة. نعم.
صحيح، يعني أيضا الدور الذي يجب أن تقوم به هذه الجهات لتفعيل هذا المطار من جديد، والذي معروف عن هذا المطار بأنه من أهم المطارات الداخلية التي كان يعمل صراحة بشكل جيد. سيادة المحافظ، جانب آخر وهو أيضا من الجوانب التي هو حديث الشارع اليوم، وهو الجانب الصحي، يعني وهو له نصيب أيضا في حواري معكم. صحيح أنه أثقلنا عليكم بالأسئلة، ولكن لو تحدثنا باختصار عن الجانب الصحي في محافظة شبوة، أهم ما أنجز وأهم الصعوبات وأهم الاحتياجات. شكرا. أما بالنسبة للجانب الصحي، هناك عدة مخاطبات من قبلنا الدولة والتحالف ومنظمات دولية ذات اختصاص. نشكر الأخوة بالهلال بملك سلمان والهلال الأحمر في توفير كثير من العلاجات والأجهزة الطبية لتعاون معنا وترميم بعض المستشفيات. وهناك توصيات من الجانب الحكومي لإيجاد مختبرات مركزية وشعة مقطعية لمستشفى عتب من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية اجتماعنا معه في عدن. نعم. وهناك استجابة من قبل وزير الصحة دكتور ناصر باعوم، ونشكره كل الشكر والتقدير على ما يقوم به من عمل في هذا المجال. نعم. أما بالنسبة للإشاعات الكثيرة أصبحت اليوم مع التواصل الاجتماعي كثيرة ومرعبة. نعم. للمواطنين. طيب قبل أيام بسبب كثرة القمامات ومئات الأمطار في عاصمة المحافظة والمديريات الأخرى تبشي هذا المرض. نعم. حمى الظنك. حمى الظنك. حمى الظنك، والآن الحمد لله وجود حملة صحية مستمرة لمكافحة هذا المرض وتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية والرشد الميداني في المحافظة. نشكر شركة الصحة العالمية التي وقفت إلى جانبنا في هذا المحن. نعم. وذلك بالتنسيق مع وزير الصحة تم تعزيز جهات الأمن. نعم. والأمور مستمرة على ما قدمه الوزارة في الرش في كل الأفناج المديرية. نعم. نشر من قبل مواقع التواصل الاجتماعي سيادة المحافظ ربما 6 وفيات والكثير من الحالات المصابة بهذا المرض، يعني الحملة إلى جانب جهودكم في المحافظة، ماذا تحتاج لمناداة واستعجال من قبل الجهات أخرى للقضاء على هذا الوباء بشكل نهائي في محافظة شبوة؟ حقيقة احنا وصلتنا كثير من الجهود من المنظمات الدولية على رأس الصحة العالمية والهلال الأحمر الإماراتي، تدارسنا كثير من الامور واجتمعنا وفينا تدريب للدكاتره. نعم. وفينا رش في الحارات من بيت الى بيت. وفينا الادويه متوفره الحمد لله اكثرها. ولا هناك نطلب الدعم المساعدات الماليه في هذه الجوانب. صحيح. من شان تستمر الحملات في اكثر مديريه في 12 مديريه من المديريات. نعم. المديريه. نعم. سياده المحافظ، يعني حجم الانتصار الذي تحقق في محافظه شبوه يعني لا قيمه ولا حساب للتكلفه امام الانتصارات التي تحققت في شبوه في بيحان وعسيلان التي ربما شهدت اشرس المعارك وتم تحريرهما بالكامل. يعني هذه الانتصارات عندما نتذكرها صراحة في هذه المحافظة البطلة، لو نتحدث يعني عن هذه الانتصارات وماذا تم بعد التحرير، كيف عززتم الجانب الأمني في هاتين المديريتين؟ هل تم تشكيل لجان لحصر الأضرار العامة والخاصة للمواطنين أم ما زلتم تعملون على ذلك؟ يعني كتنا نحن حسب توجيهات القيادة السياسية. نعم. متوجهات ضخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الله منصور هادي تم العمل ودحر الحوثيين من بيحان برغم أنها كانت أماكن كبيرة وكانت قواتهم كبيرة في المكان والألغام كثيرة، ولكن بفضل جهود الناس والتعاون أبناء شبوه وابن اليمن منهم كثير في هذا الجانب، وصرينا لابد من تصفية هذه المنطقة لأنها كانت
منطقة فوق شركات النفط. نعم. رافضة شركات النفط تشتغل معنا أو تصدر إذا ما راحت هذا الكابوس من فوق الشركات. لأنهم كانوا مركزين على صابر وعلى جنة هانت على أوكسي وعلى شركة الغاز وعلى العقلة شركة أومبي وعلى قطاع أربعة وعلى بالحاف. فعلا بيحان الحمد لله تم تصفيته أمن وأمان ونحن نعزز الجهات تم تعزيز الجهات الأمنية بتقنيتين للحماية من غزو وتوفير حملة نزاع الأرقام في مدينتين منها عبر جهات تطوعية من قبل أشخاص خبرة نزع الأرقام وجهة حكومية ومنظمات دولية أمامية. نعم. ولا زلنا متابعين لهذا المجال وهناك ألوية مرابطة بين المديريتين وتم حصر الأضرار العامة والخاصة والمواطنين وتم رفعها للجهات العليا وهناك التزام من قبل التحالف أنه عند انتهاء الحرب نهائيا ستكون هناك إعادة إعمار من قبل الأخوة في التحالف. نعم. ونحن مستمرين فعلا ونحتاج أشياء في الظرف هذا المقبل علينا برد نحتاج إلى أيوة لبعض المنازل والقراء اللي راحت بالحرب. نعم يعني هذا بالنسبة فقط ل يعني إعادة الإعمار، فما بالكم في أمور كثيرة وفي خدمات أخرى يجب أن توفر لها للمواطنين في هاتين المحافظتين التي ربما عانت لسنوات من الحرب كغيرها من غير المديريات الأخرى في محافظة الشبوة. بالنسبة لسيادة المحافظ كثير من النقاط التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء وكثير من الأمور الكثيرة التي نتمنى أن تحل في هذا الجانب. أخيرا سيادة اللواء الركن علي بن راشد الحارثي محافظ محافظة شبوة، نشكرك على سعة قلبك وصبرك وتحملنا وإعطائنا جزء من وقتك الثمين عبر قناة عدن الفضائية. هذا هو أول لقاء لكم مطول عبر القناة ونسأل الله أن يعينكم في تحمل مهامكم في القيادة. كلمة أخيرة تود أن تقولها في هذا اللقاء. نشكر الأخوة في قناة عدن على هذه النقلة واهتمامكم بمعاناتها بشبوة ونقل هذه المعاناة التي يعرف الجميع أننا نعاني من كثير من الهموم ونقص المحتاجات الضرورية في المحافظة. ويجب أن نتجاوز معنا كل الجهات المعنية تتجاوز معنا في الدولة والتحالف العربي، وهذا فضلكم فعلا بيكون عبر قناتكم المبكرة والتي أعطتنا مجال طيب نتكلم معكم بما يهمنا في هذه المحافظة. أشكركم سيادة المحافظ اللواء الركن علي بن راشد الحارثي محافظ محافظة شبوة، شكرا جزيلا لك وعلى يعني تعاطيك معنا عبر القناة، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، هناك جهود تبذل في محافظة شبوة ولا يجب أن نغفلها، وفي الجانب الآخر هناك الكثير من الأمور التي لا تستطيع يعني المحافظة حلها بالشكل السريع وإنما تحتاج لدعم الكثير من الجهات المختصة. لا ننسى أن هناك رجال مقاومون شرفاء أبطال في محافظة شبوة وفي محافظة الجمهورية اليمنية بشكل عام يضحوا من أجل هذا الوطن، ولا ننسى أن هناك شهداء سقطوا وضحوا من أجل هذا الوطن من أجل العيش الكريم. نتمنى أن تحصل بلادنا ويحصل شعبنا ووطننا على هذا العيش الكريم في ظل هذا الوضع الذي ربما يعاني منه الكثير من المواطنين والكثير إن كان في المناطق المحررة أو في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. في ختام اللقاء نقول أن شبوة استطاعت أن تجمع بين القبيلة وبين المدنية وبين قيادة السلطة المحلية المحنكة والتي أدارت المحافظة بوقار الكبار واتزانهم. نتمنى الخير لكل المحافظات اليمنية ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.